أحب نيمو والده مرهف، وأحبه والده كثيرا، ولكن كانا مختلفين تماما. مرهف كان حذرا جدا، يصرخ دائما: توقف يا نيمو، لا تجري مسرعا. ونيمو لم يكن حذرا، يرد دائما: هيا يا أبي أسرع. أراد نيمو أن يبدو شجاعا، فسبح بعيدا نحو يخت. أوه، إنه غطاس! تم الإمساك بنيمو. سبح مرهف وراء اليخت، ولكنه كان سريعا جدا فلم يلحق به. وجد نيمو نفسه في حوض أسماك زجاجي، كيف سيعود لموطنه مرة أخرى؟ كان مرهف حزينا جدا، وأراد البحث عن نيمو، وطلب من سمكة طيبة مساعدته، كان اسمها دوري. في البداية كان مرهف خائفا جدا. ظهرت شجاعة مرهف عندما قبل دعوة أحد القروش لحفل كبير، وأظهر شجاعته مرة أخرى عندما هاجمته إحدى أسماك القاع المظلم. تحدثت كل الأسماك والطيور البحرية عن شجاعته، حتى وصلت الأخبار لنيمو. هرب نيمو ووجدته دوري، وبدأوا في البحث عن مرهف، وطلبوا المساعدة من اثنين من السلطعون. عندما وجدوا مرهف، كان قد وقع أسيرين في إحدى شباك الصيد. عوموا لتحت، كانت خطة نيمو لينجو من الشباك بنفسه وبدوري وبكل الأسماك الأخرى. عاد الجميع إلى الشعاب، وقال نيمو لوالده: لقد كنت شجاعا. فرد والده: وأنت أيضا كنت شجاعا يا بني.